في الموسم الزراعي الأبرز بالمنطقة، حيث تتعدد مهرجانات التمور التي تعرض وتسوق إنتاجها السكري الحمراء أو السكرية الحمراء، هي واحدة من أبرز أصناف التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم. لتفاصيل أكثر راح تكون مع زميلنا علي العطينان من هناك. علي، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وإيش الجديد في هذا المهرجان كذلك، وحاب تطلع السادة المشاهدين عليه؟ نعم، مساء الخير محمد. طبعا احنا نتواجد في محافظة المذنب، وتحديدا من داخل مهرجان سكرية المذنب الحمراء. هي واحدة من أبرز الأصناف اللي تشتهر بها محافظة المذنب، تلقى إقبال ورواج كبير، أيضا مشروعات زراعية متخصصة لهذا النوع والصنف من التمور. يعني كما تشاهد المتابع الكريم، يعني حركة البيع والشراء وأيضا المزاد اليومي لسكرية المذنب الحمراء، بالإضافة إلى طبعا الأصناف الأخرى. للمزيد محمد والمتابع الكريم عن هذا المهرجان وأيضا عن حركة البيع والشراء، ورحب بضيفنا الأستاذ عمر الجمل المسؤول الإعلامي بمهرجان سكرية المذنب الحمراء. أهلا بك، يعطيك العافية. اليوم يعني سكرية المذنب تتميز بنوعيتها وبأيضا جودتها. الله يحييكم ويحيي مشاهدينا الكرام. نحن اليوم ولله الحمد في مهرجان سكرية المذنب الحمراء في يومها الذهبي. اليوم نزف السكرية الحمراء للزوار بتتويج وزيارة سمو أمير منطقة القصيم. هذا المهرجان اليوم تقريبا اليوم الرابع عشر في نسخته السادسة، ولله الحمد كما تشاهدون ويشاهد المشاهد الكريم، يشهد إقبال كبير من المشترين الذين يرغبون اقتناء جميع أنواع التمور وخاصة سكرية المذنب الحمراء التي تتميز بها المذنب. حجم الإنتاج وأيضا الكميات اللي تصل وعملية المزاد والأسعار كيف كانت؟ يوميا نستقبل السوق تقريبا 5000 طن من التمور، 5 طن منها سكرية المذنب الحمراء. هذا السوق يخدم 3000 مزرعة على يعني من مزارع محافظة المذنب والقرى والمدن المجاورة. يعني كما تشاهدون الحركة البيع والشراء ولله الحمد في ازدياد منذ اليوم الأول حتى يومنا هذا، والحركة في ازدياد ولله الحمد. جميل. طب خليني أسألك على الفرص، الفعاليات أيضا الأخرى اللي يعني أوجدتوها لرواد وزوار المهرجان وحتى العاملين. طبعا الفعاليات المصاحبة، الأسر المنتجة الذين يشاركون من خلال عمل منتجات يدوية أو زراعية أو غذائية من مشتقات التمور، كذلك الأركان التعريفية، مشاركات الجهات الحكومية، الجهات المانحة مثل صندوق الدعم الزراعي أو التنمية الزراعية، بالإضافة إلى اللجان الأهلية، كل هذه مشاركة. كذلك أضافت اللجنة المنظمة العديد من الفعاليات، مثل فعاليات التاجر الصغير، مثل فعاليات بيع التجزئة، مثل فعاليات يعني تمكين الشباب للدخول في سوق العمل. الله يعطيكم العافية، يا أهلا وسهلا. إذن محمد والمشاهد الكريم، يعني هذه وقفة على واحدة من أبرز التجمعات الزراعية في منطقة القصيم، سكرية المذنب الحمراء اللي تشهد إقبال كبير من المتسوقين سواء كان من داخل المحافظة حتى من خارجها أو حتى على مستوى المملكة. فرص استثمارية كبيرة تقدم لرواد وأيضا منتجي التمور في هذا المهرجان. تفضل محمد. شكرا علي، يعطيك العافية. الشكر أيضا موصول لضيفك الكريم. مثل ما ذكر علي وذكر ضيفه الكريم، مثل هذه المهرجانات فعلا هي فرصة للمشترين أو المتسوقين بشكل عام أو حتى المزارعين كذلك.